معنا من بجاية شرق الجزائر العاصمة مراسلتنا ناهد زرواطي. ناهد، يعني مشاهد محزنة فيها كثير من الآثار يعني المؤلمة بالنسبة للسكان، بالنسبة لآثارها على الطبيعة، على الأشجار. كيف شاهدتي، كيف راقبتي ما يحدث هناك؟ ماجد، بالفعل هي مشاهد مأساوية. لا ننسى أنه بجاية حسب صريح السلطات هنا منذ بداية هذه الصائفة تعتبر الولاية الأولى يعني تحتل الصدارة في عدد الحرائق، وللأسف هذه الحرائق الأخيرة التي اجتاحت شرق البلاد تعتبر أيضا بجاية في صدارتها، ليس فقط من حيث عدد الحرائق المسجلة منذ بداية الصائفة، ولكن من حيث الحصيلة الثقيلة المتعلقة بالوفيات التي بلغت 23 حالة وفاة للأسف، وأيضا الجرحى الذين بلغوا ما يقارب 200 جريح. ولا ننسى أن وزير الصحة صرح على يعني الاعتناء بأكثر من 300 جريح على مستوى هذه 16 منطقة التي اندلعت فيها الحرائق. إذن حصة الأسد للأسف من ناحية الوفيات والجرحى كانت في هذه الولاية التي نتواجد بها، هي ولاية بجاية. السلطات القضائية أمرت السلطات الأمنية بالقيام بمداهمات وبالقبض على المشتبه بهم، وبالفعل أعلنت النيابة العامة أمس عن القبض عن 2 مشتبه بهما، واليوم صدر البيان آخر من النيابة العامة هنا على مستوى ولاية جيجل بإلقاء القبض على 2 آخرين. يعني إلى حد الآن يتم القبض هنا وتم القبض هنا بهذه الولاية على 4 مشتبه بهم، تم التحقيق المبدئي معهم على مستوى هذه الولاية من قبل المصالح الأمنية بعد الأوامر القضائية، ومن ثم سيتم تحويلهم ماجد حسب القانون الجزائري إلى مصلحة وقسم مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب على مستوى العاصمة الجزائر. لا ننسى أن الحرائق وسلسلة الحرائق المتتالية هنا في الجزائر السنوات الماضية جعلت الرئيس يأمر الجهات القضائية بسن قوانين صارمة حتى لا تتكرر هذه السيناريوهات التي تأتي على آلاف الهكتارات الغابية وأيضا المئات من الوفيات وآلاف الجرحى. هنا القانون الجزائري وصل إلى حد المؤبد في حال هؤلاء ثبتت التهمة بحقهم في عملية إشعال النار، وأيضا هذه النيران التي تسببت في وفيات قد تصل العقوبة الجزائية إلى المؤبد. ماجد، من بجاية شرق الجزائر العاصمة مراسلتنا ناهد زرواطي، شكرا جزيلا لك.